قبل ما نبدا الفيديو ديالي بغيت نشكر ام انس اللي جربت باكلافا ديالي اللي بارطاجيت معاكم. صراحه دارتها وعجباتها، كنقول لها شكرا 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 بزاف. كنشكر اي وحده كتجرب الوصفات ديالي وكيعجبوها. كانت بارطاجات معايا قبل الفطور وقلت لها كيفاش جاتك، قالت لي حتى المره فطور نجاوبك. كنقول لك ام انس بصحتك وراحتك وشكرا على الثقه اللي درتي فيا وجربتي الوصفه ديالي. والبنات كنقول لكم اي وحده جربت شي وصفه تصنابيها معايا باش نعرفكم كتجربوا الوصفات ديالي. وكنقول لك شكرا 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 ام انس وبصحتك الباكلافا. نبداو الفيديو ديالنا. صباح الخير البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير ويلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده. اليوم فيديو جديد، فلوق جديد. اش غادي نقول لكم؟ غادي نشارك لكم يومين، يعني غادي ندير لكم نهار الرابع نهار الخامس ونهار السادس. حيت نهار الخامس انا ما غادي نوجد حتى شي حاجه، حيت عندي كل شيء كاين. راك شفتوا داك الشيء اللي وجدت وتبارك الله باقي عندي كل شيء للفطور. المهم غدوزو معايا يومين، يعني غنشارككم ليكم هاد الفيديو هذا. راه بكولابوغاسيون مع واحد اليوتيوبرز، بحق هي ما غاديش نحطو في نفس الوقت لا فيديو ديالنا، كل وحده معاش غادي تحطو. غير هو بكولابوغاسيون مع هاد الاخت هادي، حياه فلوغز وما لا يعرفوها، ظريفه، ضحوكيه، اليوتيوبرز الوحيده اللي ما كنفلتش ليها حتى شي فيديو ديالها صراحه صراحه. علاش؟ كنشوف راسي خدامه، كنشوف راسي في داك الفيديو. كتخدم عاديه مطلوقه، ما كتصناش، كتقول داكشي اللي كاين اللي غيخرج لها من فمها كتقولو. لهذا كيعجبني نتفرج فيها، ما كنفلت لها حتى شي فيديو ديالها. غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، وغادي نخلي لكم تشوفوا القناه ديالها. اجيو تشوفوا القناه ديالها بعدا باش تعرفوا عليها. الغزالات، هذه هي قناه حياه فلوغز. اتمنى لكم تشوفوها، غنخلي لكم معلوماتها في صندوق الوصف. شوفوا فيديوهاتها شحال زوينين ومتنوعين بزاف. فيديوهاتها جد متنوعين وزوينين بزاف، وتتهضر بواحد التلقائيه، تدير حتى مع الزوج ديالها. صراحه انا بدا ما كنفلت حتى فيديو ديالها نهائيا نهائيا. خصني ضروري ندخل نضرب عليها طليله، نضحك واحد شويه. طريقه الهضره ديالها واعره 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 بزاف. المهم غنخليكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، اللي ما كيعرفهاش يمشي يشوفها، ما غاديش يندم. المهم البنات، هذه هي حياه الفلوغز، يوتيوبرز مغربيه، بنت اكادير، تبارك الله عليها، صاحبتي وعزيزه عليا. ما عمرنا ما درنا شي كولابوغاسيون، اول مره كنديروا كولابوغاسيون انا وياها. كنتمنى لكم تشوفوها. حتى هي كتحاول في هذا رمضان ندير لكم فيديو كل يوم، كل يوم ندير لكم فيديو. المهم دابا انايا غادي نخليكم تفرجوا معايا في لا فيديو. هنايا البنات، يوم الاثنين خرجت لبنتي، كان الحال سخون بزاف، وخرجتها عامت شويه في داك البيسين ديالها. صافي ودابا انا كنخوي باش غادي ندخلو، حيت صافي راه شبعات وقنعات. كانت الحراره يوم الاثنين صراحه، وتا اليوم الثلاثاء كاين شويه الحال سخون. المهم كنتمنى لكم فرجه ممتعه، وإلا كنتي جديده تابوني وفعلي الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد، وما تنسيش لايك طبيعة الحال الا عجبك لا فيديو. وبعد المناسبه بغيت نقول للغزالات اللي تيقولوا لي راه شفنا بنتك، انا الزوينات ديالي غادي نبدا نبينها لكم مره، حتى تتكبر شويه. غادي نحاول نبقى نبينها لكم مره، ماشي كتلف ليا في المونتاج ولا شي حاجه، رانا كنشوفها ولكن كنبغي نخليكم تشوفوها مره مره. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. دابا غادي واحد الزرع كتصيفطوا لي ماما من المغرب بنخاله ديالو، كلشي كيعجبني نعجن به الخبز.
انا غادي نوريه لكم الشكل ديالو، زعما ما كنغربلو ما حتى شي حاجه، كنخليه بالنخاله ديالو كيجي زوين في الخبز. انا كتشوفوا معايا الشكل ديالو. اول حاجه البنات الا بغيتو ما يغملش لكم وما يدوتش لكم، ما يديش لكم بخوش، حاولوا ترشوا السطل من تحت مزيان بالملحه الا بغيتو تحتفظوا به، ومن بعد تعمروا هاد السطل هذا. من بعد غيجي الزوج ديالي غيهز لي الخنشه كلها ويخويها ليا. كنعمرو مزيان ومن بعد كنغطيه بالملحه ونسد عليه ونبقى نستعملو. ما كيدود ليا حتى شي حاجه. وتبسم تن بتبسم، اللهم صلي عليه. هنايا كنوجد البنتي الغديوه ديالها، من بعد ما فاقت شويه الخضره مع الدجاج ومعهم شويه الزبده، كنقليهم لهم الزبده وكنعطيها تاكل واخا ما كتبغيش. كنعطيها بعد خضرات بايديا ومن بعد الخضره كنخليها تاكل لراسها تعود. نهار اللي شقيت ومشيت عند لوستي صراحة كملت الشغل وما مسحتش البوطة ومشيت، وجينا شوية معطلي راك شتو مع جينا 11:30 عاد خرجنا من عندهم. بغا ندوز دابا باش نمسح البوطة ديالي. كنستعملها هاديف هاد وي فايف زوين بزاف، كنرشو كنخليه شحال ومن بعد كنجي نمسح البوطة كيردها كتشعل. نور دابا خاصها تعشى باش شويه طلعت ناس. بالنسبه للعشيوه ديالها درت لها شويه الشعير مع الحليب وكنعطيها تاكل. بالنسبه لبنتي كتهز بالمعلقه ولكن شي كتاكلو شي كتلوحو. حاول دابا نعشيها انايا وراها كتفرج كتموت على الدبانات اللي كيزقزقوا عزيزه لا تفرج بهم، كتبقى تفرج وتاكل. وليدي الحماية قتلو صوت سامح معاه. واليوم ثلاث فقنا الصباح، عطيت البنتي تفطر بعدا، درت لها شويه خبز توست مع الفرماج الاحمر، كندخلو لها الفران غير يذوب داك الفرماج شويه ونعطيها تاكل.
من البنات حنا فقنا دابا شوفوا هاد الشجره اللي محطوطه هنايا، كانت واحد الشجره ديالي هنايا وحده عاليه بزاف، واصله ليا حتى لبيت النعاس الفوق، وكانت مدرقه عليا ما كنتش كنشوف هذيك البلاصه كاع، والباح راجلي حيده وحطهم هنايا. دابا راه كيفكر كيفاش غادي يديهم يرميهم. هادو خصهم كروسه وراجلي ما عندوش كروسه الله في الطوموبيله. المهم حنا حيدناها دابا، بقات والله الا بقات الدنيا هاك غير كان هاد الجيراني بولونيين حاطين طوارو هاد الباب، وماني ما عاطينش منظر، كلشي الناس حاطينهم اللور في الجريده، وهاد الناس هادو حاطينهم برا. علاش؟ حيت كيجيهم بعيد باش يخرجوه مره في السيمانه من الكاميو فاش كيدوز، هما كيجيهم ساهل يحطوه هنا باش من الكاميو يجروه صافي. الناس كلشي كيحطوه اللور باش يديروا واحد المنظر زوين قدام بابهم، ما يكونش طارو الزبل. ولكن هادو تيديروا لينا طارو الزبل، عرفتي في الصيف كيولي واحد الدبان مكشكش تمايا، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم دابا الصباح تسعود هذه ديال الصباح، الجو غزال، بنتي ملبسه غير رومبورس والسريويل، حتى انا لابسه غير نصكم، الجو غزال غزال بزاف. غدا انا وياها فين؟ غادي نمشيو نتقداو الفطور ديال اليوم. البارح ما خرجتش نتقدا، البارح جمعت داري وتصبين صبنتو طويت الماريوات حيت ما كانش عندي طياب، بقيت عا كنهبش في الدار. لهذا ما صورت لكم والو البارح حيت ما كاينش الوقت فين تهزي الكاميرا وتبداي تصوري. لهذا انا حتى اليوم عديت لكم فلوق، صورت لكم غير مقتطفات من البارح. واليوم انا دابا غادا خارجه نمشي نجيب التقضيه اللي خاصني ندير الفطور. بغيت ندير واحد الوصفات زوينين كيتحطوا في الفطور، كيعجبوا حتى الوليدات البنات، الوليدات اللي عزيز عليهم ماكدونالد. هذا برجر تيقولوا لي هنايا خرونتن برجر، يعني برجر بالخضار زوين بزاف. وغادي ندير معاكم عصير سمودي بالخوخ ومشماش الفريز، وغادي نحضر معكم شوربه ديال القرع الاخضر زوينه حتى هي بزاف. المهم انا دابا غادي نتقدى هذا الشيء اللي خاصني ندير، يلا من بعد نتلاقاو الغزالات. نسيت كاع ما وريتكم، نسيت كاع ما وريتكم اش لابسه في رجليا. انا اش لابسه في رجليا؟ تكستك اللاواه كلاكيطه. صراحه ما قدرتش نلبس حتى شي صباط، خرجت بكلاكيطه قلت هو هنايا ما كاينلاش ندير، كاينلاش نلبس صباط وحال سخون صراحه. باغا ناخذ شي صنيديلات دابا للصيف، باقي ما شريتهمش. اي انا يلا جيت دابا، يلا جيت بعد الجباه. الجباه انا زعما الجبهه كاينه، ما عنديش حتى الطوموبيل، وبقيت نقل حتى وليت جايه الكروسه معمراها حتى للسما، وليت حاطها فوق بنتي. سمحوا لي الا سمعتوني كل مره كندير راه مروحه زعما قاتلني البرد. خديت هادو البنات كرويد فان دايرين اليوم 3 5 اورو، سمعتوني البنات زوين هادو ديال التواليت دايرين اليوم 3 ب5 اورو. خديت البنات البصله حمراء، ما عرفتش واش غتكون باين لكم الصوره هكا ولا لا. المهم دورتكم الاتجاه الاخر باش يبان لكم. خديت البصله حمراء مقطعه، الصراحه ما قادراش نبقى نقرد في الخضره، خديت كل شيء جاهز. خديت هاد البصله مقطعه، هادشي على قبل داك برجر بالخضر. خديت خيزو محكوك، القرعه حتى هي، خديت هاد الطغي هاد البصله خضراء خضاريه. خديت القرعه على قبل هادي، على قبل الصوبه اللي غادي ندير معاكم، السوب اللي غندير معاكم. جبت الفلفله حمراء تاي غنحتاجها في السوب. هاد الخبيزات ديال البرجر خديت 8 على قبل همبرجر، على قبل برجر. هاد بودرة اللوز أماندل ميل، اللوز مطحون. بغيتو هذا هذا البرجر.
خديت هاد الكريمه السائله ديال الحلوى، باغا ندير واحد لي طارت، وخديت هادي ديال السوب، غير خديتها هادي كامبينا زوينه هاد لا مارك. خديت لبنتي هاد فيتامين سي كيتخلط مع الماء. جيب هاد جيب حلواني ديال السيليكون على قبل الحلوه، وخديت هادو تاهما على قبل الحلوه. البنات اللي كيسولوني ملي كناخذ بيكنج صودا راه كنقولها بزاف في الفيديوهات الغزالات، كناخذها من يومبو، من الاحسن تاخذوا هاد لا ماركه هادي كبيره وما كتفوتش واحد جوج اورو، ما جوج اورو ما كتفوتهاش بيضة، هي اللي كنستعملها البنات لا في التصبين ولا في الزربيه ولا في الحلوه ولا في كل شيء. خديت بنتها شي جلدات هكا ديال الرضاعه حتى لاقين كلاتهم. خديت لها هاد الكريم البيلا ديالها. البنات اللي كنت بارطاجيت معكم واحد غسول الفم اللي كيحيد الرائحه، ما ننصحكمش ديروه كل يوم حيت راه سمعت بزاف قالوا كيصفر الاسنان، من الاحسن تستعملوه مره في الاسبوع. هذاك زوين للثه ولكن استعملوه مره في الاسبوع. انا حاليا دابا كنديرو مره في الاسبوع، كنشلل به الفم ديالي ثلاثه المرات في النهار مره في الاسبوع. وهذا قلبت في الانترنت بيست توتال كير، هذا قلت لكم قلبت في الانترنت على احسن غسول الفم بالنسبه لفمي انايا، قالوا لي خذي هذا ليسترين، خديته بواحد 6 اورو من يومبو. سمحوا لي راه ضاربني البرد مفرشخني. وخديت لبنتي هاد ليلانجيت، هادو صراحه انا كنستعملها حاليا ديال سميتو ديال ايتوس، ولكن مكت في يومبو زيت لها واحد وصافي. هادشي هو اللي خديت حاليا، ما تقديت نقلت تمي جايه منقله، ولكن هادشي كامل خاصني شي خديته هكا، هادشي كامل خاصني، ما كنتقداش شي حاجه ما خاصانيش. صافي دابا غادي ندوز للمطبخ، عاد نرجع نجمع الدار، نجمع واحد الماعن تسحر فيهم الزوج ديالي. ناض اليوم تسحر، ضربته فايقه وناض الكوزينه صافي وتسحر، ودابا انا غادي نوض نغسل هذوك الماعن. زعما دار ابن البرد، شوفوا وجهي كي داير، مريضه عيانه من الحد، وانا عيانه شويه حتى من وجهي. الا شفتوا معايا هنايا عندي واحد الكحوليه هنايا، ولات عندي واحد الكحوليه هنايا. هاد الكحوليه هادي من قله النعاس والصهير و اللي هنا يوريكم رمضان تمارات تعب تيكون دوبل في رمضان شويه. وتا بنت راه شفتوني ما بدلت لها كاع الروتين ديالها، خليتها هي يعني كان. وبنتي كتفيق بكري مع السبعة تمنية، ورمضان هادي اش كنوض ندير مع السبعة تمنية، كنوض ندير والو، ايوا ما كنعش مزيان. و لهذا هاد الكحوليه هادي ما كايناش عندي هنا ما عنديش، ولكن هاد القناه تولدت هنا، ما كنبغيش نغطيها ما حتى شي حاجه. راجلي قال لي ديري شي كونسيلر هكا غطيها، اخلاها صحاباتي هادو البنات عارفين اللي ما كانوش فيا هادي، وهادو جاو من التعب. المهم خديت هنايا باريزيان، ودابا غادي نمشي باش نجمع القباله. الغزالات دابا غادي نبدا في تحضير الشوربه. هنايا عندي زيت الزيتون، غادي نضيف عليه بصله واحده مشلضه وشويه الكمون، ونخليهم تشحر واحد شويه. من بعد ما تشحرات ليا البصله، خديت واحد الكميله درت فيها ديك البصله ديالي، غنضيف عليها درت هنا غير قرع اخضر وحده على حسب جوج الناس، نتوما غادي تضاعفوا الكميه على حسب افراد البيت. من بعد البنات ما تشحرات ليا شويه القرعه مع البصله، غنضيف عليهم ايترو ديال الماء مخلط مع واحد ماجي ديال الدجاج، يعني كنور ديال الدجاج.
بالفرنسي بويون ديال بولي ولا شوفوا نتوما اش باش بغيتو تنسموها. صافي غنسدها لها 20 دقيقه ونخليها. ودابا غادي ندوز باش نحضر داك البرجر. غادي نضيف لي كاع دوك الخضر اللي خديت، خيزو، بصلة، القرعة والبصلة الخضراء. من بعد غنضيف واحد 3 حتى 4 المعالق ديال الشوفان. انا حيت عندي فيه شويه الزبيب غادي نحاول نحيد منه هذاك الزبيب. نتوما استعملوا الشوفان عادي جدا، حتى هو زوين، كيجي زوين مع هاد الخضار هادو. وهذا اللي ضفت دابا راه هو اللوز اللي هو مطحون، باش كتعقد لينا شويه هاد الخلطه هادي. في المقله هاد البرجر هادو كيتقلاو بزيت كوكو، ضروري زيت كوكو باش يجيو زوينين وصحيين. وهنايا من بعد ما كنكورهم كنبدا نحطهم يتقلاو. انا ما عنديش واحد السيركل اللي داير باش يجيو برجر زعما دايرين، اللي عندها داك السيركل اللي هو داير من الاحسن دير فيه ديروا فيهم هو وتحطهم باش يجيو دايرين مزيان. انا ما متوفرش عندي. من بعد ما طابت ليا الشوربه وبردات شويه حطيتها، ضفت عليها شويه الملح وغادي نضيف عليها قليل من الفلفل الاسود ونخلطها. من بعد ما خلصتها غنضيف عليها واحد الفلفل احمر، وحده كبيره ضفت عليها. ومن بعد ما خلطت كل شيء غنضيف عليها ديك الكريمه السائله، هذه حسب اختيار اللي كتبغي شويه السوب عاقده تضيفها، يعني ما كتبغيش ما تضيفهاش. غنبقى نخلط ونضيف. وها هي هاد الوجبه ديال الخضار وجدات ليا، كتجي زوينه وديروها وسط داك البرغر. كيبغيو الوليدات الصغار وتقدروا تعطيو عليهم بلا هذاك الخبيز ياكلوها بحال ما هكا، ضروري تكون محمره واحد شويه باش تجي بنينه 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 بزاف. بصحه والراحه، كنتمنى تكون عجباتكم. والحساء ديالي حتى هو وجد، زوقته شويه الفوق بشويه القزبر ومعدنوس باش يجي منيضر حتى هو فيه زوين. كنتمنى حتى هي الحساء يجي زوين ويعجبكم. راك عارفين الفوائد ديال الفلفل الاحمر، في فوائد بزاف بزاف بزاف. و بصحه والراحه.
ودابا غادي ندوز باش نشارك معكم واحد المشروب عصير. هنايا درت خوخ، عملت جوج خوخات، زدت عليها المشمش، وكبيت عليهم عصير ليمون. دابا غادي نضيف عليهم الفريز، انا ديجا مقطعاه، وغادي نخلط كلشي. غنضيف عليهم شويه تاع الماء وغادي نخلط كلشي. كيجي قوام ديالو زوين 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 بزاف. المهم البنات، كنتمنى الفيديو تكون نال الاعجاب ديالكم وعجبوكم الوصفات اللي درت لكم اليوم. ولا عجبوكم ساعدوني باللايكات ديالكم باش نعرف بان الوجبات عجبوكم، حيت اللايكات ديالكم هما اللي كيخليوني نعرف بلي الفيديو عجبكم اولا ما عجبكمش. ولا عجبكم بطبيعه الحال بارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش تزيد تكبر القناه وتكبر وتكبر وتكبر. وسناء كتقول لكم تهلاو فريوسكم، كان حماق عليكم بزاف وشهية طيبة. باي باي.